وزراؤه بالأمس خصومه اليوم، منعطف جديد وحاسم في مسار التحقيق مع الرئيس الموريتاني السابق محمد بن عبد العزيز وجها لوجه مع كبار المسؤولين في فترة حكمه أمام المحققين. حملوه المسؤولية عما وصفت بأنها صفقات فساد وتربح. الرئيس السابق رفض أن يجيب على الأسئلة المتعلقة بالمواجهة، وكان يقول دائما عندما يطرح عليه السؤال ويطلب منه التوقيع إنني أتمسك بمقتضيات المادة 93 من الدستور التي تجعله لا يسأل عن الأعمال التي قام بها خلال فترة رئاسته. القضاء أعطى الضوء الأخضر بتجميد الحسابات المصرفية للرئيس السابق وأفراد عائلته، وأقر كذلك منعه من الخروج من دائرة منطقة سكنه. ما يمارس ضد الرئيس السابق محمد بن عبد العزيز مسطرة قانونية يسمح بها القانون مكافحة الفساد، التفتيش المنزلي، المنع من السفر، تجميد الحسابات، وكما أن الحصانة لا توجد بالنسبة من الساعة اللي تنتهي مأموريته يصبح ككل مواطن ويسال ككل مواطن. التربح والصفقات المشبوهة والاستحواذ على عقارات الدولة كهذه المقتطعة من مباني مدرسة الشرطة في العاصمة نواكشوط من أبرز الملفات والقضايا التي تجري مساءلة الرئيس السابق حيالها. يصر الرئيس السابق محمد بن عبد العزيز على أنه متابع خارج القانون ولأسباب سياسية، بيد أن المصادر القضائية تشير إلى أن التحقيقات ربما تشي بتورطه فيما قد يرقى إلى جرائم خطيرة. محمد عبد الله ممين، العربي، نواكشوط.